السلام عليكم. زار والي ولايه الجزائر العاصمه مشروع الانجاز تاع السوق الجواريه بحي تروا زولوج بمنطقه باب الواد، ولهذا المشروع هذا اللي كنت درت فيديو عليه عندها مده 3 سنوات، كنت حبيت يعني ندير تحسيس للمسؤولين المواطنين في المنطقه هذيك باش ما يديروش السوق هذه الجواريه ويديروا حديقه حضارية، خاصة وأن منطقة باب الواد ضيقة جدا، لكن للأسف تم الشروع في بناء هذا السوق الجوارية، رغم أنه يعني المحلات التجارية موجودة في كل العمارات، يعني في الريتشوسي في الطابق الأرضي تاع كل عمارات في ولاية الجزائر العاصمة وفي كل مدن في العالم فيه يعني محلات تجارية. كان من يعني المفروض يديروا حديقة حضارية، وكنت درت أعطيت لهم بعض يعني اقتراحات حدائق حضارية، لكن للأسف تم بناء المشروع هذا نتاع السوق الجوارية، مكان السوق القديم ما يسمى مارشي كلوزل، كان يسمى مارشي كلوزل اللي كان يعني من يعود إلى الحقبة الاستعمارية. المهم الفيديو هذا اللي درته سوف تجدوه هنا في نهاية الفيديو، هنايا تلقاو العنوان ديالو في نهاية الفيديو. نخليكم تتابعوا الفيديو هذا النهاية، والسلام عليكم.